السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. حنا جينا اليوم درنا واحد الدويره جمعتنا، وهادي عرسات مولاي عبد السلام. هادي حديقه كامله سميتها عرسات مولاي عبد السلام، كبيره معروفه هنا في جمعتنا، معروفه في مراكش، دا جمع الكتبيه. حنا غادي نطلعوا. كي قلت لكم اصلا يقدر درت شي فيديو قبل، مراكش معروفه بالاشجار، معروفه بالطبيعه، يعني النخيل فيما كتمشي كدور كتلقى بزاف الاشجار، بزاف الحدائق معروفه بزاف بزاف، يعني في المغرب كاملها مراكش هي اللي معروفه بالحدائق والاشجار. حنا غير غندوزو منها ماشي غنجلسو، كيف ما غاديش نصبرها كاملها. فيها الانترنت، فيها يعني البيجريس متاح الانترنت هنايا. شجرة الرمان، شوف هادي شجرة ديال الرمان، يلا كي ينوض. ما كتحش بالليل غير الصباح، من الصباح حتى الستة. عرفتي واحد الهدوء، كتسمع غير زقزقة العصافير. هاد البلاصة هادي مختصة بشجر الزيتون، هاد البلاصة هادي كاملها شجرة الزيتون. هيا وهادي عمرها 100 سنة، شجر الزيتون عمره 100 سنة. كبير هنا ما شاء الله. فين يجلسوا؟ كاينين، كاين طواليطات، كاين مراحل، يعني الانترنت كيف قلت لكم. انت هذه الانترنت دايرينها بزاف بزاف البلايص، يعني فيما مشيتي كتلقاها هنايا. وفين اللي بيقرا هنايا، اللي بيرتاح، اللي بيتكالما، تواليت هنايا. كاين كيوسك او كشك اللي بغى يشري شي حاجه، الماء ولا هذا، كاين حتى هو هنا. البلاصه ديال الانترنت بلاصه اتصالات، اتصالات هي اللي سبونسر ديال هنايا. منظر رائع. فيما كدوزو كتلقاو هاد البوست ديال الانترنت. حنا في وسط
نافورو كيما ما مشغليناش بزاف، نورمالمون ممكن يطلع واحد المنظر حتى يوصل للمال لهنايا. هاد البلاصه دايزين منها واحد ديكور تيكون زوين، ولكن دابا حيت مع الصباح صافي. كليتيكم يا كبيرة أصلا، ولكن ما درناهاش لأن حنا ما كناش جايين لها، حنا دايزين وسط منها وصافي. دونك حنا غادي نخرجو من باب لاخر ونمشيو نكملو الفلوغ ديال اليوم. الشجرة فين وصل؟ شجرة الزيتون صافي. الباب اللي لهيها خرجوا منه صافي، خرجنا هو الباب. انا جيت من هنا باش نصور لكم باب ديال الخرجة وباب ديال الدخلة، بحال بحال هكا دايرة من هنايا. كيف قلت لكم اتصالات ديال سبونسور ديالهم كبيرة بزاف. هذا ما كاين، حنا غاديين في جهة الكتبية. يلا هذه هي الجردة ديال الكتبية، جامع الكتبية. كيفاش من هنايا مدرقين هاد الشجرات، نمشيو الساحة ديالهم من الجهة الأخرى. الكتبية هذه الساحة ديال هذه كلها ساحة ديال الكتبية. الصومعه ديالها كتبية الطوام ديالها، هو الجامع اللي كاينه، الصومعه اللي كاينه في اسبانيا الخيرانده. الطوام ديالها نفس الستايل، خداو على الاستعمار تماك. هذه بقات هكا من نهار كان ساعة الحرب، وانا بقى قلت شي كيف معه. ساعة واحدة اخرى، الساحة هي كبيرة. كبيرة هنا يا هي الساحة، شوفوا الساحة تاعنا اللي كيبغي يجلس. وهاد اللعيبة هادي طاقة شمسية دايرينها الناس اللي جالسين هنا، اللي بغا يتيليشارجي بيشارجي التليفونات ديالهم. الطاقة الشمسية ساحة كبيرة تاهي، دابا مع الصهد
بالليل كنت نوري لكم واحد الفيديو بالليل كان هنا عامر وفيها تم ديك البلاصه حدا خلاص ساحه كبيره. هذه هي صومعة الكتبية، جامع الكتبية. قريبة الجامع في نهرية. واو ما شاء الله. كيف صرفت؟ دابا مازال ما حلوش يوم الجمعة، مازال ما حلوش. انا كيبعوا شي تويشيات بعد متجولين. باب واحد اخر هو في الدروج والساحه الثانيه. هيا الساحه الثانيه ديالو هيا. شوف تبارك الله هانتوما شوف فين الساحة كبيرة تبارك الله. انا ندير الزوم كلها يعني صافي. هادشي اللي كاين في هاد البلاصة هادي ديال الكتبية. نمشيو نكملو الفلوق ديالنا في بلاصة واحدة اخرى ان شاء الله. هانتوما معايا يلا يلا. حنايا جينا قصر البديع من احد المآثر التاريخية في مراكش. شوفوا هذه المباني القديمة، الحجر القديم.